أحسن الله إليكم، رجل لبس المخيط ناسيا قبل الطواف والسعي للعمرة، فما حكمه وماذا يفعل لإتمام العمرة؟ رجل لبس المخيط ناسيا قبل الطواف والسعي للعمرة، فما حكمه وماذا يفعل لإتمام العمرة؟ إذا نسي المحرم وغطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب، إذا فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه، لكن عليه أنه يخلع المخيط ويعيد ملابس الإحرام عليه، ولا شيء عليه. نعم، لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.